بتشكركم من قلبي لأنكم ساعدتوني. شو هالحكي يا أختي؟ كرمال الحب بنعمل هيك وأكتر. أنا بعتذر صدقي، لا تؤاخذني لأني غلطت بحقك. ما أنا مشكلة ولا يهمك، خلاص جان بسيطة. قبل ما أنسى اكتب لي رقم تليفونك لحتى نتواصل ومشان نروح على مباريات بشكتاش سوا. عن جد عم تحكي؟ أي عن جد؟ والله فرحتني من نص قلبي. صدقي أنت صار لازم توصلني على البيت بقى، أحسن ما أبي يقرف لي رقبتي. إيه يلا يلا روحوا بعدين بشوفكم. إيه بعدين منشوفك. فضل مع السلامة. حاكيكم نتفق وقت ما بدك. اتفق. يلا يلا. فتح لي الباب شفتي. يلا تصبحوا على خير. وانت بخير. مع السلامة. ايه ونحن جان شو بدنا نساوي هلا؟ بدنا نروح على بيتنا. ولك يا بنت اشتقت كتير لتمضاية الوقت معك بهداك البيت. وانا كمان. تفضلي يا خان. السيدات اولا. تفضلي. يا الله تذكر الله يا فتون. فتون افتحيلي مشان الله افتحيلي. صوت مين هاد؟ كأنه صوت ميسون. هاد صوت ميسون يا فتون. رح قوم شوف شو صاير مع جان. استني انا كنت نسيان قديش بتكوني حلوة الصبح لما بتفيقي معه. حلوة بتجنني. اي جان مو وقتك هلا. تعالي شوي خليها تستنى. لك اترك ايدي بقى. ما بتركي يا فتون. وين فتون؟ جان خلصنا بقى، اكيد صاير شيء مع البنت لحتى عم تصرخ وتبكي. ما فيني اتركها بهي الحاله. لا خلص فتون، شو بدك فيها؟ تركيها هلا بتروح. لك اسكت. شو هالحكي جان؟ مو على كيفك. ما بدي اسكت. شو هي اسكت يعني؟ انا وياكي ما رح نقدر نضل حالنا بهالبيت شوي. لك جان تركني روح وشوف شو الموضوع. اكيد ميسون صاير مع شيء لحتى جاي من بكير. طيب رح افوت الدواش وبعدين بدي ارجع لاقيكي هون. اتفقنا؟ طيب. يا الله دخيلي شو هالزلمة. البنت كسرته للباب وانت قاعد عم تتغالط. يلا يا فتون. ميسون شبك؟ شو صاير معي؟ انا وصدقي تركنا بعضنا. شو؟ ايه تركنا. ايه فوتي فوتي هلا بتحكي لي كل شيء. اهدي لك خلص حاجه تبكي بقى. خلصنا. خلصت قصتنا. روحي حبيبتي. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهده المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الاخطارات لتكون اول من يشاهدها.